أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله. صلي على سيدنا النبي. والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا النبي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سبحان الملك سبحان علام الغيوب
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم. وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن وما من إله إلا الله وإن فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إله إلا الله. يا أفلا تعقلون أفلا تعقلون. لا إله إلا الله. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين.
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا والله ولي المؤمنين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. صل على سيدنا النبي محمد. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.